تعالوا دلوقتي كده نتعرف على حالة الطقس النهاردة. متوقع أن يكون طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وطقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء. وإليكم بعض درجات الحرارة متوقعة النهاردة على بعض محافظات الجمهورية. طبعا نبدأها من القاهرة العظمى 31 والصغرى 21، الإسكندرية 29 22، الإسماعيلية النهاردة 31 20، الدقهلية 30 20، الغردقة 32 26، المنيا 33 20. بالنسبة لبعض العواصم العالمية فدرجة الحرارة نبدأها من الرياضة العظمى 37 والصغرى 23، أبو ظبي وصل النهاردة ل 37 31، أنقرة العظمى 22 11، لندن 15 7، واشنطن 22 11، بكين 28 16.